والله شايف الحلقة كنا قاعد في البيت يعني على طول قاعدين مع بعض، فشايفنا الحلقة ان احنا قاعدين احنا الاثنين قاعدين على الكنبة كده بنرغي يعني مع بعض، عارفين بعض كويس قوي. بس ان شاء الله نعمل حلقة حلوة ونتكلم في حاجات ما اتكلمناش فيها قبل كده قدام الناس. يعني طبعا احنا الاثنين اكيد مش هنفضح بعض، ده اكيد خلي بالك. هم حاولوا محاولة واحنا يعني استدرجناهم ان احنا نقعد قدام بعض، بس في الاخر مش هيطلعوا بحاجة. لا اساس لو طلع مشاكل يعني المشكلة تبقى اكبر شوية، مش مشكلة صحابي، مشكلة عائلية كبيرة يعني. وهيك كان ملخص اجواء الحلقة بين امير كرارة واحمد حسني، وبدأت من خلال سرد تفاصيل ولحظات جمعتهم بطريقة عفوية من اول لقاء بيناتهم لحد ما صاروا اعز الاصدقاء وانساب ايضا. هو مش ناسب، هو امير اخويا يعني، احنا وصلنا واصلين لمرحلة ان احنا اخوات خلاص يعني، ما بحسش ان هو نسيبي او كده، بحس انه اخويا متربيين مع بعض عشرة ومرينا بظروف مع بعض كتير. وقلت لي انا حبيتك لدرجة ان انا شفت حب اختي ليك يخليني اقف جنبك لو هتتجوزك وتفضل معاك يوم واحد من كتر حبها ليك، انا عارف انت تعمل معايا. ده حقيقي، فاكر الجملة ده حقيقي. ندمت بقى على الجوزة دي بصراحة. انا ما ندمتش. احمد من الشخصيات الواضحة جدا، ما عندوش نكش كتير ان انت تطلع منه حاجة. احمد واضح وصريح وجميل يعني، ما عندكش حاجة ان انت تقدر تستفزه بيها فيقول فيعمل. احمد لا يعني، يعني عامل زي شوية، ما عندناش مشاكل ولا عقد يعني. وكشف احمد انه امير شجعه على الزواج لما اجا اول ولد سليم. اول ما جه ده انا جالي خضة كده يعني. جالي زي الخضة اللي جات لك اكيد، بس انت ابوه بقى، فحسيت احساس كده اللي هو لا انا عايز احس الاحساس ده. بعد ما بتتجوز فبتشيل هم شوية، بعد ما تخلي بتشيل هم اكتر، بعد ما تيجي تخلي في حد تاني فالهم بيكبر اكتر، فاهم؟ بس برضو انت بتبقى عايز ان اللي حواليك دول يبقوا عايشين احسن حاجة في الدنيا وما فيش حاجة بتقف قدامهم. امير طيب جدا وجدع جدا واسري جدا، بيحب بيته وبيحب اصحابه، بيحب الناس كلها، ما بيحبش يشوف حد متضايق، ما بيحبش يزعل حد، فهو من الناس اللي تخش قلبك على طول يعني. وحكى عن مدى تعلقه باولاده وعائلته، وانه بيتمنى يعمل كل شيء معهم وبيخاف من انه يبعد عنهم، خاصه انه شاف الخير بحياتهم من بعد ما اسس عائلته. وتذكروا كمان ضمن الحلقه كيف اخذوا قرار الانتقال من الرياضه للتمثيل. بقول لك كيكي بقى، تيجي نرجع لورا نتكلم بقى على نادي الليدو والفولي. ها الرياضه بقى اللي قبل الرياضه اللي قبل كل حاجه لحد بقى التمثيل. الحمد لله الواحد كان برضو زمان لما كان بيلعب رياضه وصل لمرحله كويسه. انت كنت الناس ما تعرفش ان انت كنت في منتخب مصر الفولي. بعد الفولي طبعا انا لعبت اخر بطوله عالم كانت في اندونيسيا في جاكرتا. فمن هنا بقى ابتدت الحلم بقى يتغير طبعا يعني. ما انتوا كنتوش بتاخدوا فلوس عادي. حتى احمد من بعد ما وصل لمرحله متقدمه بالرياضه اختار التمثيل. خدني الفريق الاول، بقيت بتمرن مع حسام وابراهيم وشوبير. انا اسامي يعني اسامي كبيره قوي بتفرج عليها في التلفزيون. فان انت في السن ده تروح لباباك تقول له انا عايز اخش مع التمثيل، انت ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ وبعدين حته وصلت لها حلوه يعني، وواصل لحته كبيره جدا. طبعا اعترض. وبعد القرارات الجريئه والصعبه اللي حكوا عنها، امير ضحك الكل لما حكى عن تجاربه بتصوير الاعلانات وتصوير الفيديو كليبس، مثل الفرصه اللي اجت مع سميره سعيد. خدوني في صحراء في وادي الريان، قعدت اجري يا حسني اقسم لك بالله من 5 الفجر من 5 الفجر لحد ما الشمس نزلت وانا عمال وسامع. ده كان اخراج مين؟ ده كان حد اسباني للاسف وما كانش فاهم الاغنيه، فانا عمال بجري وهو شكله مش عارف انا بجري ليه، بس هو كان ماشي على الستوري بورد يعني. فقعد يقول يا حبيبي اقعد لي تاني، وانا ابتدى يجي لي هبوط في الدوره الدمويه من الجري، فاهم؟ عشان 1000 جنيه ساعتها، فاهم؟ لحد ما بدا تصوير مشاهده السينمائيه اللي جمعته مع رجاء جداوي ولقائه بعادل امام اللي ما ممكن ينساه. قال لي مالك فيه؟ حضرتك زعق لي وبتاع، وانا حضرتك استاذ عادل يعني، ما غصب عني اي حد يقعد قدامك مش عارف يقول جمله. قال لي يا ابني حطش دماغك. وقال لي طب اقول لك على حاجه، قال لي هيجي يوم ويتمنى يشتغل معك. يعني عن جد اول شيء ذكريات حلوه، بس كمان نظره عادل امام بامير كراره ما خابت اكيد، لانه امير كراره يعني من اهم الممثلين هلا بمصر يعني. صح، وانا احبه كثير صراحه عن جد. واضافه انه البرنامج بصراحه مع حقيقه برنامج حلو بتتابعه، بتعرف رهيب عن جد، من احلى البرامج، من احلى البرامج، جميل عفوي، الناس تتكلم براحتهم. صح، تشوف جوانب اخرى للنجوم. انا صراحه من احلى برامج بالنسبه لي.